إذا مساء الخير، صباح الخير، على حسب التموقع الجغرافي ديالكم وعلى حسب الساعة اللي كتشاهدوا فيها هذا المباشر. بغيت نعرف غير الصوت واش كاين ولا لا، نتأكدوا منه دابا. دونك الصوت كاين، إذا بغيت نهضر معكم في الخبر اللي تنشر اليوم ديال أن الدكتاتور المفترس الشمولي الفاسد المفسد الجبان الخائن العميل الفاشل الوقح مهرب المال العام للخارج المدعو محمد السادس قيامه بتغيير المفتش العام للقوات المسلحة المغربية وتعويض الجنرال عبد الفتاح الوراق بالجنرال فاروق الاسم ديالو غتمشي ليا بل الخير الفاروق. انا ما تنعرف حتى شي واحد فيهم وما عمري اشتغلت مع شي واحد فيهم، ولكن عبد الفتاح الوراق تنعرفو اترافيغ شي ناس اخرين او دي ريزو اخرين، دي ريزو اللي كنطيق فيهم 100%، يعني داكشي اللي تيقولوا ليا بحال شفتو بعيني، والناس داكشي اللي تيقولوا ليا بحال شفتو بعيني. باغ كونطخ الفاروق بالخير الفاروق ما تنعرف عليه والو، ولي غيزو اللي عندي ما تيعرفوا عليه والو، تيعرفوش بزاف د الحوايج، كنعرفو شويه د الحوايج انا غادي نقولهم لكم الان. قال لك اسيدي ان صاحب الفساد والافساد عين الاخر نظرا لكفاءاته المهنيه وكذا 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 يعني ان بحال تيقول ان عبد الفتاح الوراق ما كانوش عنده كفاءات مهنيه. عبد الفتاح الوراق مازال صغير، قراو خلصوا عليه بزاف ديال الفلوس باش يقرا لا في المغرب ولا خارج المغرب، هو اطار اللي كان بعيد على الفساد. راه قلتها نهار تعين، قلت انني ما كنسمع عليه غير الخير، راه كتبتها في اول نهار فاش تعين كنت قلتها، وقلت ان هذا السيد ما سمعنا عليه الا الخير، يعني ما متورطش في قضايا فساد. اليوم تيفاجئنا الدكتاتور تيقول لك انه حيدو ودار بلاصتو واحد اللي عنده كفاءات مهنيه وكذا كذا كذا كذا. هاد بالخير الفاروق هذا اشتغل في الصحراء، كانوا عنده مهام في الصحراء الغربيه المحتله. يكذب عليكم الكذاب، اي ضابط تيخدم في الصحراء الا وفاسد، ما كاينش ضابط واحد تقول لي كاين في الصحراء وماشي فاسد، ما كايناش. تقدر تقول لي كاينين جنود ماشي فاسدين نقول لك اه، تقول لي كاينين ضباط صف ماشي فاسدين نقول لك اه، ولكن تقول لي كاينين ضباط ماشي فاسدين نقول لك لا. صح لي الكاميرا كتحرك. تقول لي ضباط كاينين في الصحراء ماشي فاسدين نقول لك لا، الضباط اللي ماشي فاسدين غيكونوا في الداخل غيكونوا كيديروا مهام في الصحراء بحالي انا كنت كنمشي ندير مهام في الصحراء، ولكن انا ماشي ديتاشي ولا مرتبط بالصحراء، كنمشي ليها وانا ديتاشي محسوب على المغرب ماشي محسوب على الصحراء الغربيه المحتله. دونك نقدر نكون ماشي فاسد، نقدر حيت كاينين حتى عندنا حنا ضباط اللي في المغرب حتى هما فاسدين، ولكن تقدر تلقاهم ماشي فاسدين وكيمشيو يديروا مهام في الصحراء. اما الناس اللي ديتاشي في الصحراء او اللي دوزوا مهام طويله في الصحراء او لا بحال هذا اللي كيدير ديزيكزيرسيس مع امريكان، هذا الفاروق هذا بل الخير الفاروق اللي دار تمرين مع امريكان في المغرب ماشي في الصحراء، داروه في المغرب وعياو ما يروجوا لان راه امريكان كدير تدريبات في الصحراء وكدير ليزيكزيرسيس في الصحراء وامريكان ما داروش، راه كيعياو يقولوها وكيقولها البنتاغون، كيخرج البنتاغون وتيكتب انه راه ما كيديرش تمرينات في الصحراء الغربيه، تيقول كنديرهم في المغرب، ومع ذلك المغاربه تيكذبوا. شكون اللي تيكذب؟ هذا الفاروق هذا، هذا بالخير الفاروق هذا. لان كي قلت لكم ما يمكنش يكون ضابط خدام في الصحراء وهو ماشي فاسد، ما يمكنش. شي بلا ما تكون في الحيط وتكون غف شي بحريه، شي بحريه كاع اللي بعيده على العيون ولا الداخله ولا بعيد على الحيط كاين الفساد. لان تيعطيوك انت كضابط كتاخذ شي مسؤوليات ويعطيوك فلوس ديال العسكر ويعطيوك الماكله ديالهم وليسانس المازوط موجود، ما يمكنش ما تسرقش، ما يمكنش. الا ما سرقتيش غيدخلوك للداخل ويعطيوك شي خدمه تقنيه ولا كذا ولا عملياتيه ولا، ولكن بعيده على هذاك الشيء.
ما يمكنش، راه انا جربوها معايا، راه انا ملي حطوني في شي بلايص اللي فيهم الفساد راه فرقعت الرمانه. ما يمكنش تكون انت ضابط غير فاسد وتقبل تخدم في مكان فيه الفساد، ما يمكنش. هذا الجنرال هذا اللي سميته بالخير الفاروق اللي طلع لهذه المراتب هذو فاسد ومفسد، بلا ما يقولوها لي شي واحد، بلا ما تقولها لي الشبكات ديالي، بلا ما يقولها لي حتى شي واحد، فاسد لانه كان خدام في الصحراء وطلع حتى الجراند جنرال. حنا كنعرفوا ان محمد السادس عزيز عليه الفساد، هو يعين هو اللي عين فهد الحسن الثاني، عين هذاك سميتو ذاك احمد بوتعالب اللي تيقول سميتو احمد بوطالب، مشى بدل كنيته من احمد بوتعالب رضى احمد بوطالب. فاسد سيد فاسد ومفسد، ومحمد السادس بقى كيتهلا فيه. هو تيقول لعباد الله، قال لواحد الضابط قال لي غادي تمشي تكمش ولا غادي نربيك كيف ربيت مصطفى اديب. مصطفى اديب عايش في فرنسا هذيك الساعه وبخير، احسن من الضابط المخير عنده، انا احسن منه عايش بخير. وتيقول لي غدير ولا غنربيك بحال كي ربيت مصطفى اديب. وهذاك الضابط راه حتى هو خرج من المغرب، هو طلب اللجوء في فرنسا وخداه، وباش ياخذ اللجوء حط الملف ديالي انا في المحكمه العسكريه، خذ الملف ديالي عطاه لي واحد المحامي في الرباط، عطاه الملف ديالي ومشى حطو هو في فرنسا عند مكتب الهجره وخذ اللجوء. هاد بوتعالب هذا، هذا بوتعالب هذا، انا كنت بغيت ندمر حياته، كنت دمرتها، كنت دمرتها ليه حياته الشخصيه، بعدا ندمرها ليه. انا راه تنعرفو ملي كان كولونيل وانا كنت كابيتان في لاباز ديال سلا، كون بغيت ندمر ليه حياته الشخصيه كون دمرتها ليه. ولكن انا ولد الناس، انا ما كنهضرش وما كنديرش، علما انه هو ما يقدر يدير ليا والو، واخا يهضر واخا يقول لي دار، يصور مني حتى زفت، ولكن انا غنصور منه الكثير من هذاك حمد بوتعال، هذاك الجنرال حمد بوتعال اللي تيقول العباد، اللي قال للسيد قال لي غادي ندير لك ما درت الاديب. واش درتي لي يا خويا؟ انت احمر ديال الخلا، انت اخر حاجه بغى يحولني من لاباز ديال سلا، انا ما كنت خدام عنده، انا كنت خدام في الدفاع الجوي عن التراب الوطني اللي هي وحده توجد داخل القاعده الجويه الاولى بسلا، ولكن لا تتبع القاعده الجويه الاولى بسلا، حنا كنتبعوا لهم غير في الماكله، كيوكلونا تريزوري هو اللي تيخلصنا، ولكن عملياتيا حنا ما تابعينش ليهم، واداريا ما تابعينش ليهم. وكان وقع مشكل، ومشكل فيه البنات، فيه البنات انا نقولها، ولكن ما غنزيدش نهضر اكثر، وما بغانيش نبقى في لاباز ديال سلا، وقال لهم هذا يمشي. انا خدام عند امك باش تقول لهم ما يبقاش في لاباز ديال سلا، راك تخدم مع وحدات اخرين، ما لا انت لا علاقه لك بيا. وللاسف كان مات واحد الجنرال اللي سميتو الحجاجي الله يرحمه، مسكين كولونيل سميتو الحجاجي الله يرحمه، وجا بلاصتو واحد الكولونيل، واحد الدجاجه، عرفتي راه عندنا الدجاج في الجيش المغربي، راه كاينين الرجال، كاينين الرجال، ولكن عندنا حتى الدجاج والشميت. هذاك اللي جا سميتو الدقادق، الكولونيل الدقادق، طلع جنرال تاهويا من بعد، اي واحد داز في طريقي انايا وحاول يتكرفص عليا ولا كلهم طلعوا، كيطلعوا باش سميتو الدجاج. هذاك الدقادق هو اللي كان ديك الساعه تيحكم لاباز، تيحكم الوحده ديالي انايا ديال الدفاع الجوي عن التراب الوطني، وجا هذاك بوتعالب قال لهم هذا القبطان ما يبقاش عندي في لاباز تسلا. وعيطت عليا ليطا ماجور، وكان واحد الكولونيل الله يرحمه مسكين سميتو بن سعيد، قال لي المهم بعد ما هضرت معاه وقال لي بزاف ديال المعلومات، فيها تا ديال واحد الكوماندار اللي انا كنت كنطيق فيه، وطلع طلع 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 شماته حتى هويا، ولكن الكولونيل عجبته، قال لي زعما، قال لي راه داك الكوموندور اش كان هنا، واش قال واش قال واش قال، وقال لي انا راه عندي الناس ديالي، قال لي انا راه عندي العيون ديالي اللي كيجيبوا لي الهضره، دوك راه داكشي اللي قلتي انت هو اللي كاين، اما الكوموندور فاش كان هنا راه كنت كذب. دوك هذاك الكولونيل الله يرحمه اللي سميتو بن سعيد عرف ان الكوموندون كان تيكذب، وعرف لي انا كنت نقول الصراحه، قال لي ولكن غادي تخير فين تمشي، شنو هما لي باز اللي بغيتي تمشي لهم؟ قلت ليه فين غنمشي، سوا الا بغيت نبقى في العمليات، ولا يعني انا عزيز عليا الخدمه وعزيز عليا واخا او ديتريمون ديال الوقت ديالي، ولا قلت ليه نمشي لسيدي سليمان ولا مراكش. مراكش هي غنرجع نرجع حدا دارنا وصافي، وغنولي انوفيسي ديال صافي جالس حدا دارهم، ندير داكشي اللي كتب الله في النهار ومخلص وصافي. قال لي سير فكر ورد عليا الاخبار، ما عطاني سيمانه ولا جوج سيمانات، قال لي رجع عندي من دابا سيمانه ولا جوج. المهم مشيت، من بعد رجعت بلا دوموند دوديونس بلا والو، قال لي تجي نيشان، دونك مشيت نيشان ليطا ماجور،
دخلت قال لي قررتي فين بغيتي تمشي؟ قلت له اه. قال لي شنو؟ قلت له بغيت نبقى هنا. شاف لي قال لي بغيتي تبقى؟ قلت له بغيت نبقى في بلاصتي. قال لي سير. الله يرحمه مسكين. جاتني حقها، علاش غتحول؟ علاش غنختار نمشي لشي جهه اخرى؟ انا ما اش درت؟ قاتل بوحمار اش درت؟ كولونيل الحمار هذاك، هاد بوت عالم هذا حمار، الكولونيل بن سعيد عاقبي حمار، عاقلنا بتم واحد الكوموندو اخر حمار وكذاب. دوك عطوني الحق عليهم انايا، انا كنت غير كابيتان وكيعطوني الحق عليهم. دوك رجعت، اما هذاك الدقاد هذاك ما دافع عليا ما هضر عليا ما سولش، هذاك خلاني مني اليوم. سير هضر على راسك، دبر مخك ما تقيسوش هوايا. وكلهم طلعوا كرادات الا بن سعيد مسكين اللي خرج بكراد كولونيل ومات. الله يرحمه مسكين، الله يرحمه، كان من خيره الضباط ديال السلاح الجوي. الله يرحمه مسكين. دونك دقادك طلع كراد، هذاك بوتعال طلع حتى هو كراد. وانا قلت لكم محمد السادس عزيز عليه، الفاسدين والمفسدين. دونك بقى كيطلعوا في كراد، هذاك بوتعال داروه هو المفتش ديال سلاح الجو، ومشى معاه بعيد، بقى كيطلعوا كرادات في كراد جينيرال، بقى كيطلع تهلا فيه مزيان. علاش؟ لانه كان ضدي. ما عرفتش انا هذا محمد السادس واش قتل ليه شي حد ولا ما عرفتش اش داير ليه هنايا. ما دونك اي واحد تيهضر عليا زين ولا كيجي لجهتي ولا كينتقموا منه، كينتقموا منه. هذا عبد الفتاح الوراق، انا متاكد ان هاد الشيء اللي وقع عليه دابا راه عنده شي لعيبه معايا انايا. حيت هما بعدا ماشي كنفتخر ولا كنبغي نبان، هما كلهم راه كيتفرجوا كيتبعوا الحسابات ديالي وكيتفرجوا فيها، وتيعرفوا ان راه بنادم في الجيش راه كيتصنت ليا. انا راه كنت في الحبس وبنادم في التكنات وفي الحيط كانوا معلقين تصاوري، ماشي كنفتخر، كنقول لكم الحقيقه، كانوا معلقين تصاوري. حيت كنت كنبان لهم ضابط نازي، ايه يعني اللي ناض ضد الفساد وناض ضد رفض انه يشد فلوس حرام ويتخلص وشي حاجه زايده ولا ودافع على العسكر ولا، كانوا كيديروني قدوه. داكشي علاش هما ما بغاوش، هما ما بغاوش القدوه، ما بغاوش شي واحد مزيان. عندي نموذج اخر في سلاح الجو المغربي، ملي بغاو يجريو على هاد بوتعالب هذا اللي سرق الملاير واخد الاراضي ديال لو ال ام ديال لوفيس دي لوجمون ميليتير، تياخذهم غير بجوج فرانكو وما تيديرو جوج الملاير هو ونسابو. ما تبغيش نهضر حتى على نسابو داك الشيء، لان كي قلت لكم انا مربي وانا ولد الناس، اذا ما تنجبدهمش، تنخلي داك الشيء العائلي تنخليه. واخا انا راه في الحقيقه خصني نحط كل شيء، ولكن راه تنقول على الاقل نحترم واحد شويه المبادئ ديال العائلات وما نجبدهمش. تهلا في راسو، تهلا في نسابو ومراتو. المهم راه قلت لكم ما كنبغيش نهضر. نهار غادي يبغي يحيدو حط واحد الشماته اخر سميتو بو حميد العلوي، هذا كان ليوتنو كولونيل في لاباز ديال سيدي سليمان. نهار غادي يبغيو يعتقلوا يختطفوني، هو ساهم في الاختطاف، هو ساهم في الاختطاف. واحد الحمار، واحد الجلاخه، واحد الشماته، ما نعاودش ليكم. هذا العلوي اللي دابا هو مفتش ديال سلاح الجو، عرفتي؟ بعدا اصلا في لاباز ديال سيدي سليمان تعامل هو فجيت، تعامل معايا مزيان، عطاني واحد السكنه واعره ديال الانسبكتور، عطاني واحد الدار ديال المفتش كيسميوها بونغالو ديال واحد الشالي ديالو كيجي ليه. المهم عطاوه ليا زعما ديك اللعبه، بلا ما تقلب على الكرا، بلا ما تسنى تخوى شي دار، كنعطوك ديال المفتش. عطاوني الدار ديال المفتش سكنت فيها، عيط عليا، جلسني حداه في الماس، قدمني للضباط الاخرين وقال لهم هذا راه كانوا عنده شي مشاكل هي، ولكن نتمنى انه يبدا حياه جديده هنايا في سيدي سليمان، بلا بلا بلا. كيفاش غنبدا حياه جديده في سيدي سليمان؟ امال انا عندي حياه واحده، انا ماني عندي 20، حياتي غاده من النهار الاول لدابا ومازال غاده للقدام، نفس الحياه اللي عندي انا، ما كايناش حياه جديده ولا دابا ديك اللعبه ديال النساء. لا اسمح لي يا مو كورونا، ما ننساش وما غنتعاطقش معاهم، ولا جيتي في صفهم غندور فيك انت الا جيتي في صفهم. وبغيت هاد بو عابده هذا، لانهم هما واحد النقطة أخرى بين قوسين نقولها لكم، اللي كنت أنايا بداو المشاكل راهم ما غنقولش حاولوا يصفيوني، لأن صعيبة عليهم دابا يصفيو ضابط في الجيش، أون توكا في الجيش صعيبة تقتل ضابط، اللهم إلا كان شي ضابط فغيمون حمار مكلخ بزالي ما ديرش الحياطات ديالو، يعني وهذا يستبعد، يعني جينيرالمون كاع الضباط راهم تيقدوا أمورهم ومصاوبين الأمور، يعني ما يمكنش تجي وتتعدى عليه وتقتلو. ولكن هما كانوا كيتمناو انني نموت ولا توقع ليا شي حاجه، مثلا كانوا كيعطوني دي ميسيون بالليل، كيجي يدق عليا الشيفور ولا شي ذاك السكرتير الكولونيل ولا، ويعطيني اوردر دو ميسيون في الليل، تيقول لي راه عندك ميسيون. يا صاحبي
واش وقع الحرب غتصيفطني مع ال10 د الليل 11 د الليل وتقول لي سير من راشد يا تاع الرباط 10 د الليل 11 د الليل وبلا شيفور بلا والو تقول لي راه قال لك دي الطوموبيل ديالك نمشي انا في طوموبيلتي يعني حتى باش يعطيوني الفيكول ميليتير يقول هذا ما يعطيوش لك تمشي بطوموبيلتك كانوا كيتسناو زعما توقع لك شي حادثه سير وانا الحمد لله ما عمر وقعت لي حادثه سير انا ضارب المغرب من طنجة حتى الأكادير وضرب الصحراء من طنطان حتى الداخلة وما خليت لا عيون لا سمارة لا محبس لا فارسية لا ما خليت فين مشيت والحمد لله باقي حي دوك هما هاد هو عبيد هذا اللي تصرف خايب معايا دابا راه هو مفتش ديال سلاح الجو هو المفتش ديال سلاح الجو وعينوه في بلاصة واحد آخر اللي كيستحق يكون هو المفتش ديال سلاح الجو سميتو الهواري الجنرال الهواري هاد الجنرال الهواري هو كفء هو كفء غنقول كفء فوالا يعني يستحق يكون هو مفتش ديال سلاح الجو ولكن الديكتاتور محمد السادس حيدو علاش حيدو انا اللي غنقول لكم ان الاخ ديال الجنرال الهواري هو في الفوج ديالي عنده واحد الاخ صغر منه كان كابيتان حتى هويا كان معايا في الفوج وكان صديق ديالي وسميتو منير سميتو الهواري منير والمهم عندي انا ولد راه مسميه منير بالاسم ديال هاد ديال هاد القبطان اللي مسكين توفى في واحد حادثة تصير الله يرحمه مسكين المهم الديكتاتور محمد السادس هذا الجنرال هذا ما عطاهش الوغ هو اللي كان كيستحق يكون هو مفتش ديال سلاح الجو ما خلاوش يوصل للرتبه ديال المفتش المهام ديال المفتش لا فونكسيون ديال انسبكتور وعينو بلاصتو هذاك الشماته ديال العلاوي ديال ابو حميد العلاوي باش تعرفوا ان هذا النظام هذا غادي يغيب الفساد غيب الفساد دابا الا كان عبد الفتاح الوراق ماشي كفء علاش عينتوه النهار الاول علاش عينتوه النهار الاول والا كان كفء علاش ما خليتوش والا كنتو شاكين انه يتعامل مع جهات معاديه ولا يتعاطف مع جهات معاديه ولا ديك الهضره اللي ما كتقدروش تقولوها نتوما ما كتقدروش تقولوها ولكن تتخليو الابواق اللي كتخلصوهم هما اللي كتخليوهم يقولوها خرجوا نقولوها صراحة خرجوا نقولوها صراحة وحكموه ياك هو قريب من لالاكم مريم واخا ما عندي حتى حاجة مع مريم انا ما عندي معاها لا عداوة ولا صداقة ما عندي معاها والو الله يعاونها ولكن هو كان قريب من مريم بامكانكم تديروا شي بيان من المكتب ديالها هي ولا ديال هذا وتقولوا ولا بغيتو تحيدوه هو يا لينا بان لكم ما لايقش حيدو تحرم حتى هويا ديال الجدارميه وردوا سيروا قلبوا على شي فاسد سيروا قلبوا سيروا جيبوا داك السربوت جيبوا سربوت ردوه قائد ديال الدرك ولا جيبوا داك سميتو هذاك اللي كانوا عنده بنوبات ليسانس في طريق زعير يلا سميت راه تيمشيو ليا اعتذر الا كان شي صاحبي هنا في الدارك ولا بلاش الا كان شي واحد يفكرني في سميه يكتبها لاحقا يكتب شكون هذاك اللي عنده دوك بومبات ليسانس في طريق زعير فين كاين السونتر ديال لي زاسيستونت سوسيال فين كيتفورماو الضابطات وضابطات الصف ديال المصالح الاجتماعيه ديال سلاح الجو ديال عفوا ديال الجيش وكاين حداهم الكراج اللي فيه الطوموبيلات ديال القصر الكراج اللي فيه الطوموبيلات ديال الديكتاتور كاينين تما واحد جوج شيل ما بقيتش عاقل واش اللي قبل القنطره ولا اللي ورا القنطره كاينين جوج ديال البومبات كان سميتهم شيل وكانوا ديال واحد خاينه وحده واقيله ديال لا جي دون شيف والاخرى ديال خاينه مي هذيك ديال لا جي دون شيف حتى هي ديالو هو اللي تغيب فهمتي ديك اللعيبه ديال دير عليه في سميتو سيروا قلبوا على هذاك حتى هو ردوه بلاصه حرامو الجنرال حرامو انا كنعاتب ايضا حتى الجنرال حسني مسليمان لانه فاسد حتى هو فاسد شي بن سليمان فاسد ومجرم مساهم في عده جرائم بعدا المهدي من بركه ما بغاش يهضر اذا مجرم الفاسد كان عنده في الدارك وما تيهضرش عليه اذا مجرم وفاسد راه ما عندهاش جوج سميات ما عندهاش جوج تقول لا هذا صاحبي ولا هذا عاونني شي نهار ولا واخا يعاونك شي نهار ما
فاسد فاسد، مجرم مجرم. بن سليمان مازال عنده السلطه الان، حنا عارفين هذا الشيء يعني، بلا ما نخبيو الشاش بالغربال، مازال كيسير بعض الخيوط. هو السي بن سليمان، انت مجرم ابن سليمان، وانتهى العهد ديال انك خصك تتحالف مع الملكيه فاش كانوا القبائل يتحالفوا معها والقياد بما في ذلك القلاوي، ورجعوا لكاع صدر الاعظام ودوك المهام القديمه اللي راه تسالى داك الشيء. دابا هذا الجيل اللي طالع راه جيل ديال يوتيوب ديال فيسبوك ديال كيطيروها في السماء. دابا ما كتنفع معاهم لا بريغاد، لا بعد الجرائم اللي تخبت سطرتي عليهم انت ديال جرائم القتل ديال حوادث السير، ولانك انت تدخلتي وطمستي القضايا، انت مجرم ابن سليمان، انت مجرم. ونتحداك دعيني هنايا في الولايات المتحده الامريكيه، انا عارفك ما غدعينيش لانك عارف انني تنقول الحق، ولكن بغيت غير نقول لك انك واخا كتقول انني كنقول الحق، انا تنقول انك مجرم، انت فاسد ومفسد لانك ما درتيش الدور ديالك وما قمتيش به كما يجب، ولدابا مازال ما كتقومش به، لدابا مازال ما كتقومش به. المهم غير هذا اللي وقع ديال يحيدوا السي عبد الفتاح الوراق ويديروا بلاصتو هذا الشخص اللي ما تنعرفوش عليا بالخير، مشات لي سميتو، يلا هذا اللي سميتو بالخير، راه هو غير تثبيت للفساد يعني، ولي السلطويه بحال داك الشيء اللي وقع في السيفيل غادي يولي في الجيش. تهضر ترعف، لان هاد الضابط هذا، هاد الجنرال هذا قلت لكم هو فاسد، ما يمكنش تكون جالس في الصحراء وصلتي لكراد جنرال وانت ماشي فاسد، حيت على الاقل غتكون نددتي به شي مره، غتكون دابزتي مع شي واحد ولا كتبتي للقياده، القياده راه هو الملك، ملي كتكتب بشي واحد كتكتب للملك، دونك غتكون كتبتي وغادي يكونوا يطيروه هو يطيروك انت. ما يمكنش تكون كدير خدمتك كضابط كتكتب بالفساد وهذا وغتبقاو بجوج، غتبقى انت وداك الفاسد، ما يمكنش ما يمكنش. اذا هذا التغيير اللي وقع على قياده الجيش المغربي اليوم هو لا يبشر بالخير، لا يبشر بالخير، هاد بالخير الفاروق لا يبشر بالخير، وربما تقاربه مع جهات في امريكا، ربما هو اللي دفع الدكتاتور باش يختاروا، ولا ربما فؤاد هابط الهمه مع المنصوري هما اللي باش ياخذوه ولا باش يدفعوه ولا كذا. راكم غالطين، امريكا راه كدير تدريبات عسكريه حتى مع الجزائر، وما عمرنا سمعنا شي جنرال جزائري تيفتخر انه راه قريب متقرب من الامريكيين. الولايات المتحدة كدير تدريب حتى مع روسيا العدو اللدود ديالها، والصين كدير معاهم تدريب، وما عمرنا سمعنا شي جنرال صيني ولا شي جنرال روسي تيقول انا راه متقرب من الولايات المتحدة الامريكية ونقدر نقضي لكم شي غرض في الولايات المتحدة الامريكية. حتى عندنا حنايا في حاشاكم اقوى بلد في العالم اللي هو المغرب بسبب هذا النظام هذا وبسبب هذا الملك هذا. كنذكروا ان محمد السادس فاش وصل للسلطه هذا المجرم فاش في الجنازه ديال باه السفاح الحسن الثاني كان طلب من كلينتون، ديك الساعه كان كلينتون هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه، عرفتوا واش طلب منه؟ ما طلبش منه قروض، ما طلبش منه تفويت ديال التكنولوجيا الامريكيه يفوتوها للشعب المغربي ونوليو حتى حنا متقدمين في التكنولوجيا، ما طلبش منهم دعم في التكوين ولا لا كوبيراسيون، لا قال لهم سلموا لي المهدي سميتو واحد سميتو جمال المنظري، واحد هو مافيوزي وكان جا طلب اللجوء هنايا في الميريكان، وقال لي سلموا لي. خلى التكنولوجيا وخلى يعني والمعرفه وداك الشيء، وكيقال عادل امام هو راح يوقع على الاطباق نابليون بونابارت، سمع داك الشيء كامل وقال لهم عطوني هشام، جا سميتو هشام المنظري، سمحوا لي قلت جمال المنظري، هشام المنظري. اذا هذا النظام هذا حنا راه كنعرفوه كيفاش كيشتغل. اللي بغيت نقول لكم هو ان الوقت تبدلات، اصلا كلينتون ما عطاهمش هشام المنظري، والوقت راه تبدلات. شوفوا المشاكل اللي عندكم داخل المغرب، ما تشوفوش المشاكل اللي كتجيكم من الناس اللي على برا، شوفوا المشاكل اللي نتوما خالقينها داخل المغرب. الشباب دابا راه وعى، راكم غتلقاو معاه مشاكل وراكم بديتوا كتلقاوها، وخلاصة القول هي ليحيا الشعب المغربي حرا أبيا شاء من شاء أو كره من كره، وليسقط هذا النظام
الديكتاتوري الإجرامي الشمولي الفاسد المفسد الجبان الخائن العميل الفاشل الوقح الذي يرأسه محمد السادس، كما ترأسه السفاح الحسن الثاني أو مغتصب الأطفال والجواري المدعو محمد الخامس ومن سبقوه ومن سوف يتلوهم. وليحيا الشعب المغربي حرا أبيا. وعلى خير، السلام عليكم.